اعتادكم يا عرب. والله لو اعطيتم اهل غزة 1% من اسلحتكم لتحررت فلسطين. اعيرونا مدافعكم لا مدامعكم. اعيرونا مدافعكم لا مدامعكم. اعيرونا مدافعكم وضلوا في مواقعكم. اخبروني متى تغضبون. اذا انتهكت محارمنا قد انتهكت. اذا ديست كرامتنا قد ديست. اذا قتلت معالمنا قد قتلت. اذا هدمت مساجدنا فلقد هدمت. ايها الابطال في غزة احتفظوا باحذيتكم، فان متاحف العالم ستطالب بها يوما من الايام. فاما حياة تسر الصديق، واما ممات يغيظ العدة. افتحوا لهذه الشعوب الحدود، افتحوا لها كي تصلي صلاة الفتح وصلاة النصر وصلاة التبات والتمكين في ساحات بيت المقدس.